شهر واحد في السنة بيبقى فرصة لينا كلنا، بس المرة دي في حاجات كتير متعودين عليها اتغيرت. هي أزمة قربتنا لبعض من غير ما نتجمع، ولو في الفترة دي مضطرين نقفل كل البيبان فباب الخير عمره ما اتقفل، ودايما فتح لنا الفرص اللي نساعد بيها بعض. شارك بزكاتك عشان نساعد الملايين بكل اللي محتاجينه. فك كرب غارمين، توصيل مياه شرب، تقديم مساعدات إنسانية، توفير العلاج الشهري ودعم المستشفيات. مع مصر الخير زكاتك سند ليهم. شهر الخير يا مستمرين زي ما قلت لحضراتكم، ودعم المؤسسات الخيرية. وخليني أتكلم على مؤسسة مصر الخير من خلال المهندسة أمل مبدة، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير. تحياتي لحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك، مساء الخير يا فندم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. رمضان كريم على حضرتك. تحيات كابتن رضا طبعا عبد العال، لكن خليني اقول لك كل سنه وانتم طيبه طبعا، وما يحدث في الوقت الحالي من خلال هذه الازمه، ازمه كورونا، وايضا تواجدنا في شهر كريم ودور مؤسسه مصر الخير في مساعده المصريين في كافه الامور الخاصه طبعا بيهم يعني. طيب الاول تحياتي طبعا للكابتن رضا عبد العال والجمهور نادي الزمالك كله، بما ان انا اسمعلويه فانت عارف. لا انت كده 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 انت زملكاويه بقى كده من الاول. طب انا اهلاوي، طب اعمل ايه بقى؟ لا ما ابني بيلعب في الاهلي برضه. ربنا يخليه لك يا رب، يبقى 100 100 ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك ان شاء الله. فكل سنه وانتم طيبين. طبعا دور مؤسسه مصر الخير، احنا ابتدينا، احنا موجودين طول السنه الحمد لله، بس يمكن ابتدت الاعمال عندنا زادت قوي من اول السيول قبل الكورونا. كان ابتدينا على طول مع متضرري السيول، سواء البيوت اللي وقعت او الناس اللي كانت محتاجه مواد غذائيه، وتحركنا بسرعه. دخلنا بعد كده على كورونا ودخلنا على رمضان. فالحمد لله احنا لغايه دلوقتي مطلعين قافلتين باكثر من القافله اللي فاتت كانت بحوالي 150 الف كرتونه، 600 طن. القافله الاولانيه كانت ب 100 الف كرتونه، وعندنا قافله طالعه بكره ان شاء الله. تقريبا غطينا 27 محافظة بأكثر من 1300 قرية، يعني للمستحقين، سواء كانوا قاعدين يعني تضررت، يعني تضرروا نتيجة الكورونا وانقطعت بيهم سبل الرزق، أو أهالينا اللي هم متسجلين عندنا ويستحقوا إن احنا نساعدهم ونقف جنبهم خصوصا في الظروف دي. احنا كل سنة طبعا كنا بنعمل الخيام، نتيجة الكورونا فضلنا الخيام بموضوع الكرتونة زي ما قلت لحضرتك، أو دعم الأسر، وعملنا كمان حاجة اسمها دعم العمالة المؤقتة. بنصرف للعمالة 300 جنيه وبنديها كراتين، بحيث ان احنا بندعم الأسر بحوالي 1500 جنيه خلال الشهر. ده جميل. الحمد لله كنا احنا من أول المؤسسات اللي اتحركت بسرعة في موضوع الكورونا، فوردنا اكثر من 15 جهاز تنفس لعده مستشفيات، منها القصر العيني، مرسى مطروح، طنطا، مستشفيات جامعيه. وعملنا كمان مبادره تعالوا نحمي اللي بيحمونا، ووردنا للاطباء من اول بقى الكروكس والجوانتيات، الكمامات، الجلوفز، كل الاحتياجات اللي طلبت مننا الحمد لله بالتعاون مع وزاره الصحه وتحت طبعا رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. يعني احنا يعني الحقيقة ما بننامش. طبعا ربنا يجازيكم بخير على الجزئية دي، يعني ده شيء مهم جدا، وفكرة مساعدة المصريين والجمعيات والمؤسسات الخيرية دي مهمة جدا في وقت احنا دايما، يمكن في وقت احنا صعب فعلا، يعني وقت صعب محتاجين كله يتكاتف في هذه الجزئية، كله يشيل بعضه. ده حقيقي. حقيقي. أمل أنا بشكر حضرتك طبعا، وبشكر مجهودكم الكبير من خلال مؤسسة مصر الخير. وتقريبا احنا بنتكلم على شهر كريم، احنا دايما كل سنة كابتن رضا بيبقى فيه المصريين بيتكاتفوا في الجزئية دي، وكل واحد بيقدم اللي بيقدر عليه، لكن
السنه دي كمان جت كورونا، فبتكتر المسؤوليات اكتر من خلال المسؤوليات المؤسسات الخيريه، واحنا كمان الحمل. كمصريين يعني بتزود الحمل طبعا. على طبعا فكل التوفيق ليهم طبعا، مؤسسه مصر الخير احنا زي ما احنا شايفين، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم ال 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 الشهر ده حد يكن يعني. لا احنا بندعم طبعا كل مؤسسات. كابتن مؤسسه مصر الخير النهارده احنا معانا، احنا كنا قبل كده دكتور مجدي يعقوب وبعض المؤسسات اللي كانت معانا. لا الحاجات دي الحاجات دي كتر خيرهم يعني، ويبقى في ميزان فاحنا بنبين دورهم بشكل كبير، وبنوري المصريين ان احنا لا احنا عندنا مؤسسات بشكل مهم جدا. لا والعالم بنوري العالم برضو ان احنا بنقدر في الازمه بنشيل بعض يعني. طيب وانت بتتكلم دور المجتمع يا كابتن، برضو احنا كنا بنتكلم على لعيبه الكوره والفنانين، احنا بنشوف بيبقى ليهم دور مهم جدا. دور المؤسسات دي في ظل طبعا مساعده الدوله في انها بتقضي على الفقر، بتقضي على الامراض، بتقضي على الجزئيه التعب في اي شيء يعني، بتشوفها ازاي برضه يا كابتن رضا؟ والله من ساعه ما السيد الرئيس جه وعمل المبادره بتاعه الكبد دي اللي هي فيروس سي، فيروس سي، وبعد كده اللي هي بتاعه الستات اللي هي لا والعيون 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 فالحاجات دي ما كانتش بتحصل قبل كده. فده يعني راجل انسان فوق العاده ان هو يفكر في امك وامي والناس اللي هي والعباقره اللي طالعين اللي هم نظرهم ضعيف، وبعدين احنا اتعالجنا، ويمكن احنا الدوله الوحيده اللي في العالم دلوقتي اللي بنعالج فيروس سي وعندنا فاكيد يعني الحاجات دي حاجه يعني تحسب له يعني، وماشيين في الطريق الصحيح.